السلام عليكم شباب. المحاضرة اللي فاتت تكلمنا عن كيفية اشتقاق معادلات الحفظ اللي تحكم الظواهر المرافقة لجريان المواد. أول معادلة تناولناها، من يتذكر كانت أول معادلة تناولناها ويعني اشتقيناها؟ معادلة حفظ الكتلة. معادلة حفظ الكتلة اللي لها اسم ثاني، اللي معروفة باسم ثاني، استمرارية. الاستمرارية. ممتاز دنيا، بالمناسبة ما دام موجودة إن شاء الله راح تحضر المختبر هذا الخميس، أوكي، مع الجروب الثاني، أوكي. إن شاء إن شاء الله الله استمرار. إن شاء الله. المعادلة الأخرى هي مو معادلة واحدة، يعني عندنا أكثر من معادلة لحفظ الزخم. قانون حفظ الزخم يطبق على كل دايركشن بالجريان، يعني إذا كانت المسألة عندي وان دايمنشنال، إيش كم معادلة مومنتم راح تكون عندي؟ معادلة واحدة. معادلة واحدة. إذا اثنين معادلتين بالإكس والواي، إذا ثلاثة على الإكس والواي والزد. زين، إلا علاقة هذا بالتايم ستدي أو أن ستدي؟ لا، ما لها علاقة. هذه الستدي والأن ستدي هاي بحث آخر، نتناول إن شاء الله الفصل القادم. زين، بصورة عامة إحنا قلنا شلون نتناول معادلات الحفظ بصورة عامة، ريت أوف تشينج زائد النت فلكس. هسه إحنا سولفنا عن الماس فلو ريت، حفظ الكتلة. حاليا نسولف على حفظ الزخم. قلنا انه تغير بالزخم، الزخم اللي هو ماس فلورايد في شنو، في السرعه، زائدا الماس فلكس عبر الاوجه الداخله للاليمنت هذا يساوي سميشن اوف فورسز. هذا تكلمنا عن الموضوع بصوره مختصره. صنفنا القوى اللي عندنا، ايش كم نوع صنفنا القوى اللي عندنا؟ مهدي، ايش كم نوع من القوى عندنا؟ يعني شلون تصنيفي اني مؤثر على الجريان؟ مهدي عبد السادة، اسمعني مهدي عبد السادة. نعم دكتور، اسمع، ايه جاوبني، تسمعني جاوبني. كم نوع؟ قوتين، قوة السطح والقوة الجسمية. مو قوتين، انتبهوا، قصدي نوعين، لان كل نوع فيه عده قوى، تفهمني؟ عندنا نوعين، قوة تأثر على السيرفس وقوة تأثر على الجسم ككل. اللي تأثر على السيرفس يعني تصير مثلا يا اما عمودية على السيرفس، ما يعني هسه احنا مو قلنا عندي اليمنت، عندي سيل، هاي السيل لها فيسز، اوجه، عدة اوجه حسب نوع الاليمنت اللي استخدمه. راح يصير تأثير مثلا الضغط، الضغط ايش راح يكون؟ أستاذ شو عمود على يسوي؟ السطح. عمودي على، شو تشكيل عمودي على السطح، فبالتالي هاي سيرفس فورس. زين، الشير فورس، القوة الاحتكاك، شو تصير هذه؟ سيرفس لو بادي فورس، لا لا أستاذ، يصير موازي اللي هو بالضبط، بدل ال موازية للسيرفس، للفيسز مال الالمنت. هذا بالنسبة للسيرفس فورسز. عندنا البادي فورسز، البادي فورسز عدة أنواع صراحة، يعني مو كلهم راح تناولهم، نتناول الشائع من عندهم ألا وهو طبعا البادي فورس قلنا بروبورشنال إلمن للحجم، بينما هذه السيرفيس فورس هي تتناسب مع المساحة، السطح اللي تأثر عليه، بينما هاي تتناسب مع الحجم اللي تأثر عليه، حجم الإلمن ككل. البادي فورسز الكومن يعني بالابلكيشن هي الجرافيتي، اوكي، اللي هو في الجي حسب الدايركشن. انتبهوا يا الناس، هسه فور اكزامبل، هسه هذا المثال اللي قدامكم بالاكس مومنتم اكويشن، راح اضيف الجرافيتي فورس. من يجاوبني؟ لا استاذ استاذ، بس عيد السؤال. بالاكس مومنتم اكويشن راح اضيف الجرافيتي فورس، احتاج اضيفها. زين، وبالواي
أستاذ فقط بالواي. شو تقولون؟ بزت ها وين البقية؟ محمد قاسم. نعم دكتور. ايه وين نضيفها؟ نضيفها على الاكس، نضيفها على الواي، نضيفها على الزد، شو تقول؟ سيدي إذا أحتاج بس لك ساعة انتقلت. انت شو تقول؟ بدي اسمع منكم انا. ثقة. صار آيات هو غير فقط الزيت. ما هسه فقط الزيت. مين قال الزيت؟ ليش الزيت؟ عليها يعني أساس هو تريد فقط، فقط ليش؟ يعني هو انت قاعد بس على الطول الجرافيتي غير عمودية فقط. احتاج يعني ما احتاج لاس عمودي. الاكس عمودي على شنو؟ عمودي على السطح غير عادي. لا هذا مو جواب. لا مو كلامك مو صحيح. مو صحيح. الباص اللي جاك، الباص اللي جاك عايز لا لا استاذ ما بعد ابتهال. ابتهال عباس. ابتهال عباس غايب. اوكي. ترى اللي اسئله ويظل هيك يطول معناه ما موجود. هسه ابتهال ما موجوده فراح اغيرها. اوكي زين، لان هاي الحاله تكررت اكثر من مره. اوكي تعال غايبه. احمد كامل. احمد كامل رشيد. هم موجود. احمد كامل رشيد. اوكي موجود. استاذ جايك يقول لك اكو طلاب يعني ما ينزلون عزيزي يعني. علي ما يكتب لي. علي انا بمحاضرة هنا، انتو وياي اللي اسئله يجاوب. شنو يكتب لي؟ شنو يكتب تمام لي؟ غير هي محاضرة فعالية ولا اقعد اسجلها اني؟ علي من قاعد وأبدأ اسالك وتسالني واريدك تستفاد. اذا قسم من الجماعة لابسين المخدة وراحوا ناموا، منطق وتسجيل تكون هذا مو منطق. هسه عندي ابتهال واحمد كامل غياب. سجاد عيني. سجاد نعم استاذ. وياك. شوف هذا سالت سؤال راسا تجاوب لان موجود. هاي الفورس هسه نرجع لها الجرافيتي فورس، راح اضيفها عليها مومنتم اكويشن. على الاكس احتاج اضيفها لو على الواي مومنتم اكويشن، لو على الزد مومنتم اكويشن. هذه المسألة اللي قدام. شو تقول؟ استاذ حلوه. ليش؟ استاذ هي الان عمودية. بعد من يجاوبني؟ لا أستاذ، لأن الجاذبية دائما للأسفل أحسن. فأنا الجاذبية للأسفل بس أسعد على الواي. دنيا على الواي بلي. صفا شو تقولين؟ لا أستاذ. وين شو وين نضيفها؟ على أي اتجاه؟ شو تقولين؟ الواي على الواي. علي عبد الرضا. علي عبد الرضا شهاب. نعم أستاذ. نعم شو أستاذ. تقول وين نضيفها؟ أستاذ عزت. عزت ممتاز. ليش عزت؟ لأن تعجيل. هذا تشوف الدايركشن مالك. انت مو دائما انتبه وياي الكوردينيتس مو دائما الواي هو اتجاه الجرافيتي. كل مساله بمسالتها مره تحتاج تفر الكوردينيتس حسب البروبلم اللي عندك. فانت تكون تشوف اتجاه الجرافيتي من مسلط عندك من الحاله الحقيقيه وين اتجاهها. مرات يصير على الاكس، مرات الكوردينيتس ما تكفرها. شو لك علاقه؟ الدماغ في جمله اكس وواي وزد ما لك علاقه. شوف المشكله اللي عندك الجرافيتي بيا اتجاه هسه بيا اتجاه قدامك. وش اتجاه الزد؟ شنو العلاقة هذه بالواي؟ ممكن بعد شوية أفرك إياها هيك أخليها أفقية وأخليها باتجاه الإكس. خلي إياها باتجاه الإكس. ننتقل أستاذ بلا للواي. زحمة. نعم. أستاذ هي وين أكو جاذبية باتجاه الإكس؟ انتبه. الكوردينيس أنا أتحكم الكوردينيس أفرها باتجاه معين. تتذكرون بالستاتيك أكو محاور أنت المحاور تميزها بالشكل اللي أنت يفيدك. نعم أستاذ.
هاي محاور افتراضية انت تخليها بحيث تمام تسهل لك المسألة، واضح؟ نعم نعم انا مو معناه انه من خليت هسه هذا بالفقه هذا الزيت بهالشكل هذا انه هذا بالطبيعه او بالانفايرمنت اللي عايشين بيه. اي بشكل افتراضي هذا الزيت. هسه وين الجرافيتي تشتغل؟ تشتغل على الزيت، ما له علاقه بالواي. واضح؟ نعم استاذ. استاذ يعني هنا الزيت مو يعني هنا الزيت يقول ارتفاع يعني مو كوردينيت. أنا هسه زد ارتفاع، أنا أقول عندي اكس واي وزد. اي سواء ارتفاع، انتبهي وياي، ارتفاع. شوفي هذا الفكتور اللي حاطه شنو هو؟ الفكتور مال الجرافيتي باتجاه الزد السالب بالاسفل. يعني يشتغل على يا اكسس على الزد. هسه باتجاه الزد الموجب او السالب، مو هذا كلامنا، بس هذه الفورس. وانا راح اخليها، انا عندي ثري مومنتم كويشن، واحده بالاكس، واحده بالواي، واحده بالزد. الجرافيتي كسورس وانا اخليها كفورس، المفروض اعرف وانا اخليها بيا معادله تشتغل على يا معادله تاثير الجرافيتي. نجي للسنترفيوغال فورس، انتبهوا يعني. هاي السنترفيوغال فورس. شوي ركزوا وياي، يعني. لنفترض. هسه هذا الاكس، هذا الاكسس اللي للاعلى هو الزد اكسس، اوكي؟ وياي جاوبوني، لا تظلون ساكتين. نعم دكتور. قافلين مايكروفوناتكم وجايين على شنو؟ رحمة الله. نعم استاذ. زين قاعد. خلينا نشوف بعد، ايات قاعدة. احمد فوزي. نعم استاذ قاعدة. نعم استاذ زين. حسين جواد. نعم استاذ. فتحوا مايكروفوناتكم، مش بيكم نايمين؟ لا رد قفلوها. انتبهوا. شوف عين لنفترض هسه احنا السنترفيوغال فورس ايش قلنا؟ مو قوه. شنو وين الاتجاه مالتها؟ وين تاثيرها؟ السنترفيوغال فورس من يجاوبه؟ من عندك جسم وده يدور حول مركز، حول اكسس معين. هسه هذا الجسم وده يدور حول اكسس معين. السنترفيوغال فورس وين اتجاهها دائما؟ استاذ يعني تتجه حول المحيط؟ تطلع للمحيط. مو؟ تطلع للمحيط، تدفع الاجسام على المحيط. تجي تطلعها من المسار، صح ولا لا؟ زين. اذا نشوفها هي مقدارها ايش قد؟ دنسيتي في السرعه الزاوية الانجولار سبيد سكوير في نصف قطر التدوير، صح ولا لا؟ زين. نعم. انا اجي اسال سؤال، نصف قطر التدوير هذا الار، هذا صاير بين تو اكسس. لنفترض اذا ذني هذا البلين الافقي هو الاكس واي بلين، هذا الزد، فمعناها هذا الار هو بي تو كومبوننتس، كومبوننت من الاكس، كومبوننت من الواي. فبالتالي هاي القوة سنترفيوغال فورس وين راح تأثر؟ وين راح أحطها؟ على أي معادلة؟ على الأكس والواي دكتور؟ على الأكس وعلى الواي، يعني تتجزأ. ليش؟ لأن الآر هذا هو شنو تحت الجذر؟ أكس سكوير زائد واي سكوير، مو؟ إي. فبالتالي أكو جزء بي أكس، وين راح يصير؟ بالأكس، يشتغل على الأكس، وجزء يشتغل باتجاه الواي راح يصير على الواي. اوكي؟ وعزت تشتغل هسه اذا نفترض هذا الاكسس هو الزد اكس، الزد اكسس. تشتغل عزت؟ اكو سنترفيوغال فورس. لا عمودية عليها، شو لها علاقة بيها؟ هذا الزد اكسس. والسنترفيوغال فورس تشمل لهنا. فعمودية عليها ما لها علاقة بيها. القوة الأخرى اللي هي سنة الكوريولس فورس. الكوريولس فورس هي شوف الصيغة الرياضية مالتها، ناقص 2 في الدنسيتي في شنو؟ متجه دوران، المتجه هذا أوميجا، شوفوا في هذا الكروس برودكت في متجه السرعة. هنا انتبهوا يعني إذا التدوير عمودي، شوفوا حول محور الزاوية، اليو فيكتور هذا متجه السرعه هو بيش كم كومبوننت؟ احنا اذا نقول هسه 3 دايمنشنال، كم
مركبة بمتجه السرعة. اثنين. شلون اثنين؟ تري دايمنشن ارجع نشتغل، شلون اثنين؟ بس واحدة راح تدور حول يو في الاي كمتجه، ذكر المتجهات، زائد في 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 الجي، زائد دبليو في الكي، مو شي نكتب المتجه؟ زين هذا متجه السرعة، يبقى هنا هذا المتجه مال الدوران، شوفوا وين هو صاير؟ حول الزد، مو؟ إذا تتذكرون حتى أعرف اتجاه التدوير أستخدم قاعدة اليد اليمنى، أخلي الأصابع تلتف باتجاه الدوران، شوف إبهامي وين يصير؟ هسه إذا فريتها جبت إيدي وفريتها، إبهامي وين راح للأعلى، يعني جاء اتجاه باتجاه زد الموجب. حسين جعفر ما يدخل من اسمه يعني سبعة ال 10 ثمانية عشرة زين، فإذا للأعلى يعني قصدي من قلنا للأعلى باتجاه باتجاه زيت الموجب مو؟ يعني معناته هذا أوميجا في كي من نجي لا تذكرون الفكتورز مش الكروس برودكت عند اضرب فيكتور باتجاه الكي في فيكتور باتجاه الاي والجي والكي، فالكي يعني الفيكتور باتجاه الزد اكسس اللي الكومبوننت مالته باتجاه الكي راح يصفر عندي، معناه ما عندي مركبه كوريوليس فورس تشتغل باتجاه الدوران. دائما انتبه هاي الفقره، انت مو جيت شفت اتجاه الدوران مالتك وين قاعد اليد اليمنى مباشرة تعرف انه ما عندك كوريولس فورس بهذا الاتجاه. كوريولس فورس تشتغل على الاتجاهين الباقيات، شلون سنترفيوغال فورس؟ فبالتالي اتجاه التدوير دايركشن مال متجه السرعة الزاوية دائما مع سرعة عفوا مع تأثير لقوة الدوران اللي هي سنترفيوغال فورس والكوريولس فورس. هسه هاي نظرة عامة، بعدين نجي بشكل أكثر تفصيلي شلون نشتقهم بين وندخلهم بالمعادلة. لهنا أكو سؤال؟ نقعد شوي نقعد. غصون. غصون. نعم أستاذ موجود. ما هو موجود خير إن شاء الله. زين نكمل. من بعد؟ قاعدين كلكم؟ أستاذ قاعدين كلنا. نعم أستاذ كلنا قاعدين. إن شاء الله. نستمع. فهسه احنا بس تعرفنا انواع القوى شنو هي وقلنا انه المومنتم فورس السميشن اوف ريت اوف تشينج اوف مومنتم يساوي السميشن اوف فورس، خلينا نجي نطبقها حتى نطلع معادله المومنتم شنو صيغتها والله. نرجع هذا الاليمنت اللي سولفنا عنه المحاضره السابقه. ايش كم فيس هذا بيه هسه وصول؟ ايش كم وجه بيه؟ ها وصول كم وجه في هذا الفيس؟ هذا خلي هذه ستة ستة مو؟ ايش قلنا؟ باتجاه الاكس اخذ على وجهين قيمة اكس الصغرى قيمة اكس الكبرى، فويست بايست، على اتجاه الواي ساوث بنورث، باتجاه الزد بوتوم وتوب. اوكي اذا اتفقنا هذا تذكروها. فهسه اذا اخذنا هذا الايمنت اللي سايل مالته دلتا اكس دلتا واي دلتا زد راح نطبق عليه معادله المومنتم. ايش تقول؟ التغير التغير بالمومنتم مع الزمن دي باي دي تي رو في في اليو. زين المومنتم احنا هسه ايش قلنا؟ تذكرون المومنتم قلنا هو الام دوت في شنو؟ السرعه في اليو. زين زائد التغير الفلكسز مال المومنتم عبر الفيسز. هسه نجي على الاكس اكسس المومنتم اللي خارج من هذا الفيس الايست ناقص المومنتم اللي داخل من الويست، شوفوا رو يو في الاي عند الايست في اليو ايست. هسه هاي الرو يو اي شو تمثل لي؟ مين يقول لي؟ density في سرعة في مساحة مقطع شنو هذا؟ density في سرعة في مساحة مقطع هذا
هذا الحاصل الضرب ايش راح ينطيني؟ تدفق مالت الزخم. اه ممتاز، فيض الزخم عبر يا فيس عبر عبر الايس الخارج من الايس، خارج من الايس فيس، وهذا الداخل عبر الويس. يعني هذا يمثل لي التغير عبر الاكس اكسس، زائد التغير عبر الواي اكسس. زين هنا سمى السرعه يوسف ان يوسف اس، يعني معناها السرعه باتجاه الواي اكسس. زين ونفس بنفس الترتيب باتجاه الزد سماها يوتوب وبيوتوب. هنا هذا السميشن اللي على جهة اليسار اللي هو مرت المومنتم، على جهة اليمين بالمعادلة ايش اجمع اني شو اسوي سميشن المن المومنتم كويشن شو تقول؟ قال محض الزخم التغير بالمومنتم شو يساوي لي؟ سميشن سميشن اوف وات؟ علي نجاح علي نجاح علي نجاح وين علي؟ شنو راح طلع؟ علي نجاح هي موجود ولا لا؟ احمد فوزي احمد فوزي ما اعرف التغير بالمومنتم، احنا قلنا التغير بالمومنتم مومنتم كونزرفيشن لو شو يساوي على الطرف الثاني؟ قال حفظ الزخم التغير بالزخم شو يساوي؟ ها تقى تقى بشير التغير بالزخم شو يساوي على الطرف الثاني؟ زهراء زهراء باسم نعم استاذ اي شو يساوي التغير بالزخم يساوي على الطرف الثاني شنو معادله المومنتم غير مجموع القوى سميشن اوف فورسز احنا ليش نسولف عن قوى سميشن اوف فورسز زين هنا هسه هذا الاليمنت شنو الفورسز المؤثره عليه انا طبعا بدي اسوي هذه اكس component of momentum and the surface على x axis على x direction بال x direction شنو القوة المؤثرة على هذا ال element شو تقولوا؟ شنو اللي يحرك هذا ال element بهالاتجاه هذا؟ لازم عندي فرق ضغط فبالتالي القوة اللي تدفعها هي فرق الضغط اللي هو الضغط على الوجه الغربي ناقص الضغط على الوجه الشرقي كأنه جاي أدفعه فرق الضغط هذا جاي يدفع الإليمنت حتى وين يتحرك باتجاه عكس الموجب زين شو تبقى عندي اللي يتبقى زائدا فيسكوس اند اذر فورسز هسه الفيسكوس فورسز اللي هي قوة الاحتكاك باو اذا البريشر يشتغل على هذا الفيسز على هذا الفيس وهذا الفيس بقية السطوح شو تشتغل عليهن؟ قوة اللزوجة، قوة الاحتكاك، يعني الاحتكاك بين بارتيكل وبارتيكل، بين إليمنت وإليمنت. فهسه إذا عوضنا هاي المعادلة عن الأبعاد مال الإليمنت هذا، ايش راح ينتج؟ الفوليوم هنا مال الإليمنت ايش قد؟ ايش قد الفوليوم مال الإليمنت على النجاح؟ رجعنا بعده. محمد رضا ايش قد الفوليوم مال الالمنت؟ نعم دكتور ايش قد الفوليوم مال الالمنت هسه اللي عندنا هذا؟ قدامك شو نسوي؟ ممكن توضح دكتور ماله؟ الحجم مال الالمنت الفوليوم هذا لهذا العنصر ايش قد؟ هذا قدامك صار لي ساعتين نسولف على اليمن يعني استاذ حجم المكعب الاليمنت هو هذا شنو شنو حجمه؟ يجاوبني يعني هسه ترى مو
استاذ زد اكس واي شنو زد اكس واي؟ استاذ اكس واي زد وانا اكس واي زد جاوبني ايش قد حجمه؟ شوف ابعاده قدامك شنو هي؟ اكس واي زد ثلاث ابعاد وين؟ شنو بعده؟ يا اخي زد شنو تقول زد واي اكس واي زد دلتا اكس دلتا واي دلتا زد احنا جايين نتعامل مع ايمن كلش صغير قلنا انه هذا ايش قد الطول ما دلتا اكس باتجاه الاكس باتجاه الواي دلتا واي باتجاه زد دلتا زد عرفت شنو اسوي زين اذا عوضنا عن الحجوم والمساحات هاي المعادله هذا اسال البوليوم يلي دلتا اكس دلتا واي دلتا زد الاريا اللي عندي هنا مالت الايست فيس ايش قد بالله محمد رضا ايش قد المساحه مالت الايست فيس هنا دلتا واي دلتا زد دلتا واي دلتا زد ايش قد مساحه البوتوم دلتا واي دلتا اكس ها ايش قد مساحه النورث فيس النورث استاذ هم دلتا واي دلتا زد دلتا واي دلتا اكس ممتاز هاي هي بهالشكل هذا احنا نفسخ العمليه نجزء المشكله بهالشكل هذا فنعوض عن ذني المساحات والحجوم نعوض عن ذني المساحات والحجوم بهاي المعادله نقسم المعادله كلها على دلتا اكس دلتا واي دلتا زد حتى نخلص من عدل وش حكي؟ راح تصفي لي المعادله تصفي لي بالشكل التالي زين هسه اني باو انتبهوا وياي هذا الكنترول فوليوم شو يقولون؟ ايش قد السايز مالته يعني كبير صغير فاطمه جاسم هذا الالمنت شو تقولين ايش حجمه؟ صغير زين يعني معناتها صغير كلش معناتها الدلتا اكس والدلتا واي والدلتا زد ايش بيهم؟ شنو يعني شبيهن؟ حجمهن صغير غير؟ حجمهن صغير شنو يعني انا دا اسولف من اقول شبيهن يعني شنو الفيتشر مالتهن؟ شنو الميزه مالتهن؟ ما اعرف دكتور واحد يقول لي زهراء رسول انه ما تدخل ما اكثر من معلومه بتحاول تدخل اكثر من معلومه المهم معناها انا ليش احنا ايش قلنا؟ بهاي الاناليسيس انه اختار المس كلش صغار من اختار المس كلش صغار السايز مال الالمنت بني ابعاد الالمنت هم كلش صغار يعني تقترب للصفر بس مو صفر مو؟ فاذا قلنا لاني دلتا اكس ودلتا واي ودلتا زد تقترب من الصفر زين اللي يتذكر الليمت صف اول عندي فالترم بالاسفل يقترب من الصفر هذا التغير بالبسط شو يتحول؟ تحول الى مشتقات فبالتالي ايش صار لي هذا التام؟ تحول لي مو كان ما الايست ناقص الويست انكتب بالشكل التالي هو التغير الدنسيتي في موضوع السرعه في نفسها السرعه الافقيه على بارشال اكس بارشال رو في يو على بارشال واي الى اخره الضغط هذا انتبهوا يعني ايش كان بي ويست ناقص بي ايست خوش هنا احنا فقط حطينا الاشاره سالب وقلبنا خلينا الايست ناقص الويست خلينا الثاني ناقص الاول زين هسه ربع ساعه نسال زين ليش سويت هيك؟ ليش خلينا ماينس هنا؟ ليش احنا اصلا ما خلينا بي ويست ماينس بي ايست؟ ما حد يجاوب مش يقولون استاذ لان ضغط الخروج اكبر من ضغط الدخول اكبر اكيد ممتاز وبعد على مود هذه انا قلبتها هي المفروض تكون بي ويست ماينس بي ايست حطيت لها ماينس وقلبتها على مود هذا الحد حول الى شنو؟ الحد جراديانت الى مشتق الثاني ناقص الاول بس شنو اشارته؟ ماينس لان هذا البريشر جراديانت يعني انا من نقطة بداية الجريان الضغط أكيد أعلى مما نقطة نسميه الدانسيتي مال الجريان يعني من عندي أنبوب وده يجري بيه الفلو
بالبداية خلينا نقول بداية الحنفية الضغط أعلى مع ما يمشي إلى مسافة معينة داخل البول يخفض الضغط باستمرار الجايع. فبالتالي الضغط الثاني أكيدا دائما أقل من الضغط الأول، وإلا الجايان شو يصير فيه؟ ينعكس. فبالتالي إيش راح تكتب بمعادلة المومنتم إيكويشن؟ هاي بيا دايركشن بالإكس دايركشن، راح تكتب بالشكل التالي. هذا يعني شنو؟ التغير مع الزمن، تغير الضغط. هنا نسميه الفيسكوس فورسز، كل معناها بصيغة معينة بعدين نجي للاشتقاق مالته. زائدا اي اذر فورسز. هسه واحد يسال يقول شنو اذر فورسز؟ يعني اذر فورسز ممكن عندك جرافيتي، ممكن عندك سنترفيوجال فورس، ممكن عندك قوة مغناطيسية، لورنس فورس، اي قوة اخرى مؤثرة غير الضغط والشير فورس او البيستس فورس. اي قوة خارج ذني وين نخليهن؟ بال so, هذا نسميه other forces والسورس حد المصدر. زين حس زين واحد يسأل هاي شنو الدلت سيكوير؟ هاي هذا الرمز شايفيه قبل؟ هذا المثلث المضموم ويما تربيع. لا ما هذا اللابلاسيان المتجه. هذا انه هذا المثلث المضموم معناه partial إلى partial x زائد partial إلى partial y زائد partial إلى partial z. كمن أقول del square u يعني معناه شنو هذا؟ partial square u على partial x square زائد partial square u إلى partial y square زائد partial square u إلى partial z square. هذه خليها بالك. هنا إذا الصيغة العامة للمومنتم إيكويشن هي شنو؟ تغير زمني، تغير موقع حسب السرعة اللي عندنا. هسه احنا شنو السرعة المؤثرة باتجاه الإكس؟ يا هي يو اللي هو البي دبليو يو اليو اليو. شوفوا يا بعض انتبهوا يا هنا هذه اللي هي السرعة الثانية هذه يو. يبقى شنو التغير هنا؟ تغير الرو يو على تغير الإكس الدور، تغير الرو في لا تغير الواي، دور تغير الرو دبليو لا تغير الزد. يعني كل من حسب المحور مالته، بس تبقى شنو السرعه المؤثره هنا؟ هذه يعني بالطرف بالجهه الثانيه اللي هي اليو. زين الواي والزد مومنتم اكويشن نقدر نحصلها بنفس الطريقه هذه، نفس هاي الطريقة. من يقدر يعطيني معادلة الواي مومنتم إيكويشن؟ هسه هذه الإكس باتجاه الإكس، شلون راح تصير معادلة الواي؟ من يقول؟ من يجاوب؟ أجاوب؟ عادي تفضل. عادي أجاوب؟ لا أكو قبلك منو طلب يجاوب قبل الدنيا؟ ضحى تفضل. يصير بارشيال رو ايه. على بارشيال تي في. سمعت ممتاز. في السرعة المؤثرة باتجاه الواي هي في. كمل ايه هذا الترم الأول ايه. كمل بارشيال رو يو في على بارشيال اكس. عافية. بعد زائد بارشيال رو في على دي بارشيال واي. لا انت بنا بارشيال رو في مضروبة شنو؟ في 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 على شنو؟ على بارشال واي. زائدا كم هي بارشال رو دبليو في على بارشال زد. زين نجي لهنا اي ناقص بي على بارشال واي ناقص بارشال بي على بارشال واي اي زائد. وهاي المعادله تبقى نفسها بس هنا نغير في. هنا نغير في بس هي شوفي ما تبقى نفسها اعتمادا على الفورسز اللي عندنا. الفورس المؤثره الفورسز المؤثره بالاكس تختلف عن المؤثره بالواي. منو علي نجاح؟ ارجع لي رجعي ولا علي نجاح موجود ولا لو راحوا وراح اروح زين اشوفه. عبد الله اسعد. نعم استاذ. ايه
انطيني معادلة الزيت مومنتم كويشن نفس هذه بس غيرها بدلالة الزيت. شو يصير؟ نبدأ من الأول هذا. بارشيال رو اي اليو تحول دبليو ممتاز الى بارشيال تي اي دبليو اي كم هنا بارشيال يو رو بارشيال رو شنو في شنو مضروب دبليو اي دبليو في يو دبليو في يو الى شنو الى بارشيال اكس كمل هنا هنا رو بارشل رو كطنيا كل النظر تقطعها بقطع رو في بي بي دبليو على شنو على بارشل رو وهنا هنا دبليو في دبليو شنو دبليو في دبليو عبد الله بارشل رو في دبليو في دبليو على بارشل زد تطنيا كاملة لا تقول لي التطنيا بقطع دبليو في دبليو يعني بيعدي معادلة التطنيا بالطرف الثاني ايش عندي عندي هنا الترم هذا يصير بارشيال بي على بارشيال زت وهنا هاي اليو تتبدل الى دبليو واضحة جدا تبقى الاذر فورسز حسب كل كيس بالكيس ما تعدي شيء على الزت اخليه واضح الصيغة العامة مالتي تشابه مدى وخلو حق بيها فقط استبدال السرع والكوردينيت بما يلائمها انتبهوا له هذا الادفانس قلنا احنا اتفقنا اي شيء ادفانس ما مطلوب من عندكم اوكي فهذا الفيلد اللي داخل مستقيم المطلوب هسه هاي المومنتم اكويشن زين من نريد نسوي صيغه عامه صيغه معادله الحوض العامه نسميها جنرال سكيلر اكويشن وش سواء نقدر نطبقها للتمبريتشر نقدر نطبقها للتركيز اي اذر بروبرتي خلينا نقول تخضع قوانين الحفظ استاذ بس سؤال بلا زحمه نعم استاذ هاي المعادله اللي قبل شوي شرحنا عنها يعني هاي شو كنت استخدمها يعني شنو يعني شنو يخليني استخدمها اولا يا هي المعادله السؤال الثاني هو المعادله السؤال الثاني لا هي هاي اخر شيء بارشال رو يو على دي تي تكمله هذا مومنتم اكويشن معادلات حفظ الزخم تبيلي هاي احنا شلون راح نقدر نحسب الفلو فيلد شلون انا اقدر مثلا هذا هو انا بغرفه معينه واقدر احسب بكل نقطه شلون الهواء ده يتحرك سرعته واتجاهه شلون لازم اقسم هذا الدومين الى خلينا نقول plenty of control volume ذني كلش صغار واجي احل معادلات الحفظ بكل نقطه من هاي النقاط بال خلينا نقول بتناغم مع الالمس الدائرة دائرة زين معادلة الحفظ وينها هي اللي احلها غير موجودة عندي انا احتاج اسوي احتاج معادلات الزخم معادلات حفظ الزخم فمعادلة حفظ الزخم هي هذه هي هذا شوف هسه هذه بالاكس اكسس اللي سولفنا عنها بالواي اكسس نستبدل السرعة والكوردينيت وبالزت اكسس الى 3 دايمنشنال واضحه سواء نستخدمها لو بعد اكو اشكال استاذ استاذ يعني بعد اكو اشكال يعني ما جاي استجيب يا استاذ ما عندي مشكله بس اشيله لا تظلوا ساكتين استاذ عادي انتبهوا انا عندي هسه لنفترض هو الغرفه اللي انت جالس فيها هوش هاي الغرفه لها محيط اكو خلينا نقول بيها مروحه بيها اير كونديشنر يدفع الهواء كذا ويدور انت جيت تريد تسوي سيميوليشن لحاله الهواء داخل الغرفه مع الرطوبه مع اي ملوثات اخرى تريد تشوفها وين تتركز درجات توزيع درجات الحراره شلون زين شو راح تتمكن احنا اساس بتكون الكومبيتيشنال فلويد داينامكس
أساسه أنه يعني الحفظ، قوانين الحفظ بصورة عامة، أنه الماس محفوظة، المومنتم محفوظ، الإنرجي محفوظة، ما شيء يجي من العدم أو يروح للعدم. فمن أجي أريد أحسب سرعة جريان، سرعة جريان كون أعرف شنو الفورسز اللي تأثر عليها اللي من داخل وياها، شنو اللي يحرك الهواء بالغرفة اللي يتجالس بيها، شنو اللي يحركه يخلي أكو حركة بالهواء؟ من يجاوب؟ واحدة يتحرك؟ استاذ غير أكو ضغط يصير؟ فرق ضغط؟ فرق ضغط، ها فرق ضغط. فرق الضغط هذا من اللي راح يولده؟ يا أما المروحة اللي يتم شغل فيها، لأن البليد من يتحرك، أنا ستخذته مثلاً بالتربو ماشينة للعام الماضي من عندك سيرفس يتحرك، هذا شو راح يعطيك؟ يعطي للهواء، يعطي كاينتك انرجي، يعطي ضغط عالي، يعطي بريشر انرجي. فمعناه راح يصير فرق ضغط من نقطة إلى أخرى، فرق الضغط هذا من نقطة إلى أخرى شو راح يسوي لي؟ يسوي راح يسبب حركة الهواء من هاي النقطة للنقطة الأخرى ذات الضغط الأوطى. زين، أنا شو راح أقدر أحسبها؟ إذا ما عندي كل إلمنت أجي أطبق معادلات حفظ الزخم اللي هو مضروب الماس فلوري في السرعة يساوي summation of forces على هذا الإلمنت، شو راح أجي أطبق؟ أطبق إذا تذكرون المثال بالمحاضرة السابقة. زين انتبهوا، هسه راح نفتح حتى اجاوبك على سؤالك. راح نرجع للمثال السابق، الكيس السابق اللي تكلمنا عنها، حتى احسب شلون او اعرف هذا الفلويد شلون بده يتحرك، لازم اجيب كل اليمنت اسوي له موازنه لخصائصه اللي بدها تتغير موقعيا. إذا نستذكر المثال السابق، قلنا هذا عندي هيت سينك، وأجي أشوف الإلمنت قسمناه إلى إلمنت صغار، بكل إلمنت تبلوي، بكل إلمنت أنا إيش دا أسوي؟ بكل إلمنت ذني الإلمنت، شوف هسه هذا إيش كم وجه فيه؟ آيات. ست وجوه أستاذ. ستة، مو؟ زين هنا شو تقولين هاي المسألة؟ ايش كم دايمنشن؟ اسمحي بالله، هاي المسألة شنو؟ ايش كم دايمنشن بيها؟ ثلاثية الأبعاد، ثنائية الأبعاد، ثلاثية ثلاثية. يعني ايش كم سرعة عندي؟ يعني ثلاث سرع بكل محور سرعة. شوفي هذا الـ X Y Z، ماش حاجي؟ هنا أني الفلو منين دي يجيني؟ يجيني من الإنلت، منها يجي بسرعة مقدارها يو إنلت، راح يجي يصطدم بذني الحواجز، هاي حواجز مع رغوة معدنية، يتغير اتجاهه، يترعبل ترعبل، أوكي؟ زين، هسه هنا ايش راح يصير بيه؟ يعني اسمحي لي فراح اجي كل اليمنت اسوي له موازنه، نفترض هذا الاليمنت هنا، هذا الاليمنت هنا، راح اجي اسوي موازنه بالمومنتم بالاكس دايركشن، هسه هذا الاكس دايركشن هذا الاليمنت، هسه هذا الاليمنت بي 6 ست وجوه على اكس يدخل بي
فيض مال مومنتم ويطلع فيض مال مومنتم. بالواي يدخل بي فيض مال مومنتم ويخرج فيض مال مومنتم. بالزد كذلك. أنا راح أجي أسوي موازنة حسب لكل اتجاه لكل دايركشن، راح أجي أسوي موازنة للمومنتم اللي هي سرعة، راح أصير كأنه معادلة تربط سرعة وفورسز قوة. القوة اللي هي شنو هنا شو تمثل الضغط، فراح تطلع عندي معادلة تربط ضغط بسرعة باتجاه الاكس، باتجاه الواي هتطلع لي معادلة تربط ضغط بسرعة، باتجاه الزد تطلع لي معادلة تربط ضغط بسرعة. أنا إيش كم متغير عندي هسه لنا من هاي المسألة؟ شنو المجهول بهاي المسألة؟ هتقول لي من يجاوبني؟ ها استاذ غير هي السرعة، نبحث عن السرعة والضغوط. يعني ابحث عن يو وفي ودبليو وبعد شنو المجهول الاخر؟ ها والضغط. والضغط عفوا والضغط اسرعوا فينا من التمبريتشر، احنا بعدين هذا زائد خير. ابحث عن اربع متغيرات مجهولة. زين انتوا تتذكرون من عندي معادلات آنية منو لا بها اربع مجاهيل، كم معادلة احتاج اقل شيء حتى احلها؟ أربعة. أربعة. فرحتي؟ إيش كم معادلة مومنتم عندي أنا هسه؟ ثلاثة. يعني أحتاج بعد معادلة. لذلك إحنا اشتقينا معادلة إضافية اللي هي شنو؟ معادلة شنو؟ بالبداية خلنا معادلة حفظ الكتلة. هاي بعدين هسه نجي نشوف معادلة حفظ الكتلة تترتب بشكل معين نحسب من عندها الضغط. فعندي هسه ايش كم معادله صارت؟ حفظ كتله كونتينيوتي وحده وثلاثه مومنتم اكويشن، ايش كم معادله صارت؟ اربعه. ايش كم متغير عندي؟ اربعه. فكل ما انت تضيف متغير من اريد احسب تمبرتشر فرضا، اذا بدي احسب تمبرتشر لازم عندي شنو بعد؟ معادله اضافيه. مو؟ شو نسميها المعادله الاضافيه؟ حفظ الطاقه. حفظ الطاقه عفوا. فكل ما تنضاف عندك خاصية معينة تريد تحللها وتحسبها لازم يكون انت عندك لها معادلة حفظ تطبقها على كل المس بالكمبيوتيشنال دومين حتى تقدر تحسب، والا ما نقدر نحسب. واضح؟ توضحت الفكرة لو بعدين؟ بني استاذ بني استاذ زين نكمل، نحاول نكمل هسه. فراح نصيغ هسه نسوينا خلينا نقول صيغه عامه تطبق عليكم. قبل هذه خلينا نجي جنرال سكيلر، لنفترض قلنا انه اريد احسب اني لمتغير اخر غير السرعه. فنفس القانون ارجع اطبقه، احسب الاماونت. يعني هسه نفترض عندي البروبرتي اللي ابحث عنها مو سرعه، فخاصيه اسمها فاين خوش تركيز فرضا. فمقدار الاماونت هذا اللي موجود بهذا الكنترول فوليوم ايش قد؟ هو الدنسيتي في الحجم مو الكتله مضروب في المتغير قيمه المتغير. فهذا ما يحوي هذا الكنترول فوليوم من قيمه هذا المتغير. زين الادفكتيف فلاكس اللي هو يجوي كونفكشن سولفنا، الماس فلاكس في شنو؟ في قيمة هذا المتغير اللي هو احنا سميناه تركيز concentration عبر وجود الإليمنت. الديفيوزيف فلاكس مو اللي بالانتشار. زين هماتي انا بالانتشار عبر الفيسز، هذا هاي الجاما نسميها احنا الديفيوزيف. وهسه نجي نتطرق لها بعدين تتعرفون عليها شلون نعرفها شلون نحسبها. السورس هو اي قيمه اضافيه مداخله باي تيرم من دني الثلاثه. نسوي لين بالانسنج. شوف هسه بالانسنج ذا ريت اوف تشينج، اذا نوازن ذا ريت اوف تشينج والنت فلكس، النت فلكس الفيض الصافي عبر الحدود مع الكنترول فوليوم بالاضافه للسورس راح تنتج عندنا هاي المعادلة هي اللي نفسها سولفنا بيها. rate of change زائد net outward flux يساوي السورس. مو ولا وياي هنا ولا؟ نعم دكتور وياك.
البقيه وينهم؟ رحال تيهتي لو بعدك؟ نعم استاذ وياك. زين سجاد وياك؟ نعم استاذ. زين هسه الريت اوف تشينج هو شنو؟ هو ماس بالكنترول فوليوم مقدار الماس في قيمه المتغير مو؟ هذا اتفقنا عليه. هسه هذا قيمه المتغير يمكن يكون سرعه يمكن يكون تمبرتشر وتمبر زائد السميشن مال شنو؟ الفلاكس ممكن فينا يقول ان يضم تو جروبس نوعين الكونفكشن تيرم والديفيوجن تيرم هذا الاثنين لازم يخلل هنا على الطرف الثاني السورس. زين نجي هسه نعوض عن كل واحد بهم بالماس. الماس طبعا بعد ما صفيناها وقسمنا على دلتا اكس دلتا واي دلتا زد وخذنا الليمت مال دلتا اكس دلتا واي دلتا زد تقترب من الصفر صارت المعادله بهالشكل. هي مو تشبه هاي المعادله اللي اخذناها مع الموضوع كل شيء. هذا التغير مع الزمن بفارق. هذا التغير باتجاه الاكس الكونفكشن والديفيوجن. هذا التغير باتجاه الواي كونفكشن ديفيوجن. التغير باتجاه الزد كونفكشن ديفيوجن. على الطرف الثاني عندي السورس. هذا الكلام مو نفسه اللي طبقناه بالمومنتم اكويشن وياي؟ خل اجي اسالكم هسه. هسه المومنتم اكويشن اللي خذناه قبل شويه هاي الفاي شو تمثل لي بالمومنتم اكويشن اللي سولفنا قبل شوي عليها؟ الفاي شو تمثل هنا؟ خلينا ناخذ الاكس مومنتم اكويشن. الاكس مومنتم اكويشن هاي الفاي شو استبدلها بشنو؟ اذا ردت هسه اكتب الاكس مومنتم اكويشن هنا يو استاذ مو يو شوفت يو اذا بديت بها هاي صارت بارشل رو يو. هاي صارت بارشل رو يو في اليو. زين هذه هم يو 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 الى اخره. وش حكيت زين هذه الجاما ايش صارت بالمومنتم اكويشن؟ هاي صير الفيسكوسيتي. لان انتبهوا وياي هذه اذا غيرتها يو بارشل اكس دخلها على بارشل يو اكس صارت بارشل سكوير يو على بارشل اكس سكوير بالماينس تنقلها ذيك الجهه صارت فكانه صارت زائد ميو في بارشل سكوير يو بارشل اكس سكوير زائد شنو؟ هذا هم نفس الشيء ميو تنقلها لهنا صارت بارشل سكوير يو الى بارشل واي سكوير زائد ميو في شنو؟ في بارشل سكوير يو على بارشل زي سكوير. هي نفس هاي المعادله بس سويناها صيغه عامه حتى تنطبع بدماغكم. اي معادله تقدر مباشره تطبقها عليها. زين يبقى البريشر وينه؟ اذا قلنا هاي المومنتم البريشر وينه؟ حط الضغط وينه؟ مو قلنا اكو شيء اسمه ماينس بارشل بي لا بارشل اكس؟ شو تقولون وينه؟ اذا قلنا هاي صيغه عامه نقدر نطبقها على كل شيء. اس دكتور؟ وين هالاف؟ اكو اف هنا؟ مو الاف، الاس الموجوده بالطرف الثاني. الاس هذا الاس انا اسميه سورس. اي شيء خارج هذه الصيغه وين اشمره؟ بالطرف هناك، كانه هذا باكج معين. اي شيء اضافي خارج هاي الصيغه وين اخليه؟ هنا. بالتالي راح تطلع عندي فد سيت من المعادلات الهي نفس الترتيب، نفس التركيب، ما وحده تختلف على الثانيه. بس احتمال يختلف وين؟ بالسورس تم، والسورس تم على الجهه الثانيه، ما عندي مشكله. واضحه؟ واضحه. هذا هم ادفانسد ما لكم علاقه به. اكو سؤال هنا؟ هذا الكلام اللي سولفنا قبل شوية مومنتم كومبوننتس از ترانسبورتد سكيلر. يعني شلون نقدر نطبق هاي المعادلة كمومنتم اكويشن؟ احنا هسه المومنتم اكويشن هي شنو؟ دي باي دي تي ماس في اليو
ذا سميشن ماسك فلكس في اليوم ناقص اليو باشر اليو لا باشر ثالث أذر فورسي. إذا نقارنها هذه مع الجنرال سكيلر ترانسبورت إيكويشن هل سولفنا عنها قبل شوية هذه إذا نقارنها بيها إيش راح نستنتج؟ الفاي شو يساوي هنا؟ واحد الفاي شنو؟ يو يو هاي الفاي هي اليو الجاما شنو؟ ميو البسكوسيتي زين البرشر وين؟ من البرشر خليناه وين؟ ضمن ال other forces بالسؤال. فبالتالي أي معادلة عندي أقدر أصيغها بهاي الصيغة العامة أصفطها بهالترتيب هذا يعني كذلك المومنتم إيكويشن باتجاه الدبليو باتجاه الزد الفاي راح تصير سؤال رحمة الله نعم أستاذ معادلة المومنتم إيكويشن باتجاه الزد هاي الفاي راح تصير هي الاكس يو وال والواي في نستبدلها اي يلا هسه الفاي شو يصير هسه انت مو قلتي هاي وذيك في شي دي ولا بي دبليو اكو غيرها يعني مثلا فايش راح نستبدل الفاي شنو دبليو انت شو تقولين؟ شو تحزرين لو تجاوبين؟ لا استاذ جاوب زين وهنا نفس هاي لو تختلف؟ اي استاذ نفس الشيء وهذه؟ لا نفس الشيء لو تختلف؟ استحضر استاذ هي المعادلة هاي نفسها قصدها غير؟ شوفي بعد هنا شو كاتب هذا الكونستريشن فاي من اجي احد الى مومنتم اكويشن حسب المومنتم اكويشن اللي اريد استبدله بشنو بالفيلوسيتي كومبوننت بس دبليو هو كل هذا اي فاي هو صار شنو تحول الى دبليو زين هذا الجاما شنو الشيء تحول الى شنو صار الجاما يو الجاما يو ان شاء الله استاذ هسه قبل شويه قلنا الفاي تحول اليو يعني الجامعة هسه بالزد الزد دايركشن يعني الزد دبليو استاذ زين هاي الجامعة شنو شو يصير؟ استاذ غير دبليو شو تقولون؟ ما راح تجاري استاذ قصدي الفاي تتحول دبليو ولا تتحول ميو؟ الفاي هي المتغير اللي ابحث عنه باي معادلة معينة فإذا كنت بالمومنتم إيكويشن باتجاه الـ X فهي اليو إذا باتجاه المومنتم إيكويشن باتجاه الـ Y فهي الـ G إذا المومنتم إيكويشن باتجاه الـ Z فهي الـ W يبقى هذا نسميه معامل انتشار سويناه جاما حتى نعمم على أي معادلة راح نشتغل عليها فبالمومنتم إيكويشن شنو اللي مضروب بالجراديانت هنا؟ شنو هو؟ ميو ميو شنو هاي السالفة رحمة الله لا استاذ انا هاجر انا انت رحمة الله نعم استاذ الجامعة هاي شنو هاي السنة شو تقولين سجاد شو تقول شنو الجامعة هاي شو مثل يا سب بالزيت دايركشن زيت مومنت اكويشن استاذ بالذات غير دبليو ابويا مو قلنا الفاي هي مثل المتغير المعتمد اللي هو شنو هو دبليو هاي الجاما هاي الجاما شنو مثل هنا شنو غير البسكوتي لو انا ما كنت اسولف غير وادي بس من اسال اقول افتهمت الغالبيه تسكت بس هاي الطريقة ما تفيد ما تفيدكم تظنون ما تفيدكم إذا تظنون بس تجزون بروسكم أنتوا اللي تعبون بعدين أوكي نستمر
فهسه اذا نظرنا لهذه المعادلات عندي ثلاث ملاحظات. هاي المعادلات كلها نون لينير معناه انهم الداخله واحده بالثانيه، البي مضروبه بالدبليو والدبليو مضروبه باليو واليو مضروبه بنفسها. زين شوف الماس فلاكس اللي موجوده عندي بالمعادله هي عباره عن velocity components واحده مضروبه بالثانيه. زين اذا نرجع هسه نشوفها هي عباره عن سرعه واحده مضروبه بالثانيه. هذا معنى المعادلات هاي differential equation اللي عندي شبيه non-linear. واضح؟ مو linear ما اقدر احلها بسهولة، كلش من الصعوبة جدا حلها. الفقرة الثانية هاي المعادلات are coupled. شنو are coupled؟ يعني شنو القصد هنا بهاي العبارة؟ من يجاوب؟ يقول هاي المعادلات coupled. ها رسوم. أصدق. يعني شنو؟ ما جاء هيجي واحد يجاوب يا سلف والله علي عبد الرضا. شنو كابولد؟ شو هي المعادلة هذه يقول كابولد؟ أستاذ يعني تنحل بطريقتين أو أكثر من طريقة؟ لا انتبهي لي. يعني هسه أنا إذا أقول المسألة اللي عندي 3 دايمنشنال وصل. إيش كم معادلة مومنتم عندي يعني؟ ثلاثة. يعني ها زين ثلاثة. أبحث عن إيش كم متغير عندي؟ اللي ابحث عنها ثلاثة اللي هنا شنو؟ اكس واي وزد. لا شنو اكس واي؟ شنو اللي ابحث عنها هذه؟ اللي عندك قيمة شنو هو؟ اليو والفي والدبليو. حلو. على كسرعة بعد اكو متغير احتاجه. والضغط. الضغط هو مركبة واحدة ما في اكس وفي واي. فأربع متغيرات. هسه عندنا كم معادلة؟ عندنا ثلاث معادلات لحفظ الزخم بالاكس والواي والزد، بالاضافة معادلة شنو؟ حفظ شنو بعد؟ بتاعت حفظ الكتلة؟ حفظ الكتلة ممتاز. فذني أربع معادلات وعندي أربع متغيرات. بالتالي إذا أحلهي أحصل هاي القيم. زين. بهذه الحالة هنا إذا نرجع وين الكلام من قال كابولد ليش؟ اذا نتذكر من استذكرنا المعادلات المومنتم اكويشن. هسه اذا نتذكرها نرجع لها وينها هاي المعادله اللي سال زملائي كيفكم اعطوني اياها بالاكس بالواي وبالزد نظيراتها. اذا نشوف السرعه هسه احنا هنا هذه يا مومنتم اكويشن وين تشتغل وصول؟ هاي يا دايركشن. استلمنا هذا بيا اتجاه هذا هاي المومنتم اكويشن بيا اتجاه بالعكس ايش موجود فيها باع انتبهوا موجود بها يا سرعة بس السرعة مال اليون على اكس ده شيء ما مركب على السرعة بس اللي على اكس لا على الاكس وعلى الزد وهذه هذا شنو هذا ولا على الواي يعني معناتها انا عندي 3 مومنتم اكويشن واحده لليو واحده للبي واحده للدبليو من اجل اليو القى بها الفي والدبليو هالطابات مو؟ اروح للمعادله مالت الفي شو القى بها؟ القى بها اليو والدبليو هم داخله. اروح للدبليو شو القى بها؟ القى بها اليو والبي هم داخله. معناها بالاضافه كل هالمرتبطات بحد الضغط هم داخل وياهم. بالتالي واحد مشلل بالثاني. ما اقدر احل واحد اذا ما اقدر الثاني يلزم بي، فبالتالي معادلات من الصعوبة بمكان لحالها، مو معادلة مستقلة فقط يو قبل، لا، اليو بها بي ودبليو، معادلة البي بها يو ودبليو، معادلة الدبليو بها يو وبي وهكذا. هذا معناه كابل، وانتبهوا ترى هاي الترمز اللي اسولفها راح تجيكم اسئله يعني هسه احنا مجرد ما نخلص هذا الفصل ان شاء الله المحاضره القادمه نحل لنا ايش كم سؤال وراح يكون امتحان والامتحان الكتروني بس الكتروني انتبهوا وياي خلوها ببالكم
الالكترون مو الالكترون اللي انتم متعودين عليه، اعطيكم ورقه واحد يناقش الثاني ويقعدون يسووها حلقه سمر، لا. اسئله كل واحد تجي اسئله تختلف عن الثاني. وش؟ الافضل يركز على اسئلته احسن ما يشوشر على البقيه ويروح الوقت عليكم. لذلك الامور اللي جاي اتلفظ بها والح عليها واسال هذا واسال فلان وعلان واكون بعض مع الاسف اسال نقول البعض الغالبيه الحمد لله شكرا زينين متواصلين. البعض حسه ما مهتم. هذا البعض راح يوقع بيها. اوكي؟ فاللي عنده اشكال استفسار يسال وما يظل نايم. واضح؟ إذا نكمل هنا أستاذ بلا زحمة عليك. نعم نعم أستاذ، شنو الفرق بين المعادلات اللاينر هاي أنت قلت خطية، وشنو الفرق بين المعادلات هاي مال الكابل؟ اللينيا إيش قلت لينيا يعني واحد هو كاتبها equations are non-linear مو خطية. إيش معنى بعد شوف إيش قاعد الماس فلكس اللي بمعادلات بسرعة من الداخل يعني المومنتم كويشن بارشل رو يو في اليو. اذا تتذكرون المفروض انتم دارسين هذا العام الماضي بتحليلات وبالمرحله الثانيه بالرياضيات من اجي اصنف معادله تفاضليه شلون اصنفها؟ استاذ هي احنا انا اعرفها انه هاي خطيه ومو خطيه من هاي الشغلات. خليني اكمل بس خليني اكمل. براحتك. اول ما نجي نصنفها نشوفها اوردينري لو بارشل مو انا هاي تيرمز راح اعيدهن زين خاف ناسين. اوردينري لو بارشل شنو فرق الاوردينري عن البارشل؟ خلينا نسال لنا واحد والله رحال شنو فرق الاوردينري عن البارشل؟ من بعد علي عبد الرضا؟ نعم دكتور والله ما اتذكرها. ما تتذكرها زين احنا اني وصلت هاي الفقره قبل محاضرتين وركزت عليها وين شفتوا؟ خلينا نسال هاجر شنو فرق البارشل عن الاوردينري ديفرنشال ايكويشن؟ استاذ احنا يعني اخذناها بالتحليلات هاي مالت المعادلات. تبيني خليني اكمل حتى قبل تبيني من الاعذار. انتوا ماخذيها بصف ثاني قبل هاي زين بالديفرنشال ايكويشن خدتوها ولا اول شيء اول ما نبدي نعرف شلون نصنف المعادلات نعرف نوعها واضح اول تصنيف اول ما ادي ابغى المعادله اكون اعرفها اوردينري لو ديفرنشال ايكويشن شنو اوردينري شنو ديفرنشال ايكويشن العب شنو اوردينري شنو بارشل ديفرنشال ايكويشن ها من يجاوب سين جواد؟ نعم دكتور. ايه شنو الفرق؟ الاوردينري يعتقد درجة أولى. لا أنت قلت بلسانك درجة أولى، الدرجة هاي درجة هو يقول لك درجة أولى درجة ثانية درجة ثالثة، يعني مو هذا. خلينا نشوف بكم بالسرعة. ضحى شو تقولين؟ نعم دكتور. أنا إحنا هسه نجي عندي معادلة معينة تفاضلية أبدأ أعرف ordinary لو partial differential equation شو أعرف؟ دكتور هو البارشل مو نشتق هو اشتقاق جزئي يعني نشتق قيمة هي. بالنسبة لقيمة ثانية يعني شنو؟ يعني مثلا المعادلة نشتقها بالنسبة للواي إيه وين ما نلقى x تصير قيمتها يعني حالها حال المتغير تصير صفر وين ما تصير الكلام بس هذا الكلام معناته انه المتغير المعتمد اللي عندي لنفترض السرعه يو يعتمد فقط على اتجاه واحد على الاكس زين خوش يعني الديفرنشال ايكويشن من نقول بارشل سكوير يو الى بارشل اكس سكوير زائد بارشل يو الى بارشل اكس اليو يتغير مع منه مع متغير واحد اذا تغير مع المتغيرين هنا صارت بارشل
المعادلات اللي عندنا بالفلويد داينامكس اورديناري لو بارشل ديفرنشال ايكويشن، هسه المعادلات اللي شفناها قبل شوي مال مومنت ايكويشن بارشل بارشل، ليش هسه ليش؟ لان السرعه اليو تتغير ويا من ويا الاكس ويا الواي ويا الزد ويا الزمن، فاذا هاي بارشل ديفرنشال ايكويشن. هذا التصنيف الاول. نجي للتصنيف الثاني، لينير او نون لينير. انا هسه دا اسولف لكم هاي الماده الرياضيات انا مدرسها المرحله الثانيه، وهاي الامور كنت اركز عليها. ثاني نقطه اجي هسه عرفتها اوردينري لو ديفرنشال، كنا اشوفها لينير لو نون لينير. شنو لينير وشنو نون لينير؟ لينير معناه المتغير المعتمد اللي دا ابحث عنه زين، اللي هو نفترض اليو ما مضروب بنفسه، ما مضروب بنفسه. اذا نرجع للمومنتم ايكويشن بالكونفكشن تيرم على جهه اليسار، شو يقول؟ بارشل رو يو في اليو، يعني معناها اليو ايش قد هنا الاس مالتها؟ اليو تربيع. فمعناها هذه شنو هسه؟ نون لينير. هذا مقصود بنون لينير، واضح؟ كابولد من جهه معادله اليو ايش لقيت بيها؟ مو بس اليو، لقيت بيها البي والدبليو والبرشر. من رحت معادله البي لقيت بيها اليو والدبليو والبرشر. من رحت معادله الدبليو لقيت بيها اليو والبي والبرشر. من اروح لمعادله البرشر القى بيها اليو والبي والدبليو. اذا هنا واحد مشلب بذيل الثاني. ما اقدر اطلع معادله وحدي واحلها بمفردها، لازم كلين ينحل سويا. يعني بترابط وثيق. من الصعوبة بمكان انه اقدر احلها بسهولة، لازم يحلل together. واضح؟ واضحة ساعة نقطة؟ ها؟ واضحة 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 استاذ ان شاء الله. نجي هسه للجراديانت، هذا ماكو اللي عرفناه، قلنا نجي للاشتقاق بعدين مال بالمومنتم كويشن الديفيوجن. إذا تذكرون ضاعوا يا هنا، نرجع للإلمنت مال المومنتم كويشن. إيش كم فيس عندي؟ عندي ستة، صحيح ولا لا؟ نعم دكتور. زين، أنا هنا إيش كتبت بالأخير؟ يعني عندي شير فورسز، شير فورسز تأثر على التوب فيس وعلى البوتوم فيس وعلى النورث فيس وعلى الساوث فيس وحتى الـ W والإيس. بينما انا ايش كتبت بالاخير؟ ميو دل سكوير يو، مش حكي؟ ميو دل سكوير يو، يعني كانه هذا هو ميو في بارشل سكوير يو لا بارشل اكس، زائد بارشل سكوير يو لا بارشل واي، زائد بارشل سكوير يو لا بارشل زد سكوير. بينما اذا اجي هسه اريد احسب الجراديانتس اللي هنا، هو مو كله بدلات اليو. هسه اذا نجي هنا شوف المعادله ننزل، هو نفس الموضوع. الجراديانتس اللي بالديفيوجن فورس في كومبوننت لليو كومبوننت للفي، بس هذا تاو اكس واي شير ستريس على السيرفس اكس واي هو ميو بارشل يو لا بارشل واي زائد بارشل بي لا بارشل. زين، من نجي بالمومنتم كويشن، هاي اليو الى واي عندي، الفي الى اكس واي وين اوديها؟ اي شيء شلون سولفت قبل شويه خارج الصيغه العامه ولا شمرت بعد؟ ولا شمرت؟ الاس بالسورس. اي شيء زايد ينشمر بالسورس بحيث تظل المعادلات تطلع بالنهايه كلها مشابهه، بس بسورس تيرم يختلف من واحد الى اخر. واضح؟ فاي شيء مو قياسي انشمره هنا. الموفينج كنترول فوليومز ما داخل عليكم، ما راح ندخله، ما ناخذ بالحسبان. نجي هسه حتى من كونسرفيتيف فانكشن ايكويشن، ام هذه من داخل اي شيء هايلايت هايلايت بالاحمر وظل باللون الاحمر من داخل عليكم. هذا الادفانس ايضا قلنا اي شيء ادفانس
هو اصلا كانت لك اياه اوبشنال خياري، هذا مو مفروض عليه مداخل. نجي الماتيريال ديريفيتيفز. الماتيريال ديريفيتيفز هي شيء، شوف يسموها ماتيريال اور سبستانتيف ديريفيتيف، نسميها دي فاي باي دي تي اللي هي المشتقه الكليه. هسه هم يقولون هاي توتال ديريفيتيف ما ماخذيها، انتم ماخذيها بالرياضيات ماخذيها توتال ديريفيتيف. التوتال ديريفيتيف هذا اذا عندي متغير، هذا المتغير هو فانكشن المنت بالتايم والاكس والواي والزد. فال ال ال هاي القيمه، قيمة الفاي راح تتغير وياه شوفه مع الزمن، مع كذلك تتغير مع الموقع حسب مكانك انت وين بالاكس وين بالواي وين بالزد. فبالتالي هسه لنفترض هذه الفاي هي سرعة، فالكيس اللي عندي شنو؟ ستدي لو انا ستدي يقولون فاي هي فانكشن التي والاكس والواي والزد، ستدي لو انا ستدي هذه. من يجاوب؟ انا استدي، انا استدي ليش؟ يعني فانكشن التايم زين دنيا هذا زين شنو؟ 1 دايمنشن او 2 دايمنشن او 3 دايمنشن؟ 3 دايمنشن لان تعتمد على اكس واي وزد مو؟ زين الايكويشن هسه هنا فاطمه جاسم اوردينري لو بارشل ديفرنشال ايكويشن ها؟ شلون؟ المعادلة التفاضلية اللي إذا طبقت هذا المتغير شو تطلع لي؟ ordinary or differential equation؟ أنا partial differential equation. أستاذ هي معتمدة على x و y و z. إيه. partial. أكيد partial، أكيد جزئية. ما دام تعتمد على أكثر من متغير، شوفوا هسه أنت بديت تميزه. ما دام تعتمد على أكثر من متغير، إذا المتغير هذا يعتمد على متغير واحد فهو ordinary. سهلة شغلته، إذا اعتمد على أكثر من متغير تحولت معادلاته إلى partial، وهنا بدت اللغة. زين. فهسه دي فاي باي دي تي هي هاي نسميها total derivative أو material derivative. شو تساوي لي؟ partial فاي إلى partial تي. يعني هسه هاي المعادلة، شوفها. إذا أردت مشتقة الكلية تتذكرون هذا الكلام ولا بالرياضيات؟ دي فاي باي دي تي مشتقة الكلية مالتها شو تساوي لي؟ بارشال فاي إلى بارشال تي زائد زائد شنو؟ بارشال فاي إلى بارشال إكس في بارشال إكس إلى بارشال زائد بارشال فاي إلى بارشال واي في بارشال واي إلى بارشال زائد بارشال فاي إلى بارشال زد في بارشال زد إلى بارشال تي. تذكرون هاي الكلام ولا لا؟ نعم استاذ. يعني اذا كان كل من اكس واي وزد هو ايضا فانكشن للتي، فبالتالي مشتقة هذه للتي راح تكتب بالشكل التالي. زين زين الدي اكس باي دي تي شنو هو؟ ايات شنو الدي اكس باي دي تي؟ شو اقدر اعوض عنه بشنو؟ والله ما هذا الاستاذ ما اتذكر. زين من عندنا هنا غير موجود؟ محمد قاسم. دي باي دي دي اكس باي دي شو يمثل لي؟ مشتقة صغير، مشتقة الاولى ادري بها مشتقة. شو يساوي؟ مرتضى نجاح وياك استاذ. نعم ادري وياك. اي شو يساوي دي اكس باي دي شو يساوي؟ صغير مشتقة الاكس بالنسبة للزمن؟ اي ادري بمعنى فيزياوي احنا نشتغل بالفلويد فلو. شو تساوي؟ تغير الموقع باتجاه اكس بالنسبه للزمن شنو هو؟ معوض ها اليوم ها مرتضى ما جاي اعرف صار ما تعرف دي اكس باي دي تي المشتقة بالنسبة للأكس استاذ يعني غير؟ عزيزي أنت جاي تمشي باتجاه الأكس دايركشن، تمشي خطوات، استغرق الزمن معين
من اقول دي اكس باي دي تي، تغير المسافه لتغير الزمن، يعني شنو شنو معنى الفيزياء هنا؟ يا استاذ عادل اي تفضل. السرعه بالنسبه للاكس اليو، سرعتك باتجاه الاكس اليو، دي اكس باي دي تي تمثلني اليو هنا، زين الدي في باي دي تي شنو؟ ال دي واي باي دي تمثلني السرعه باتجاه الواي، يعني الفي، وكذلك الدي زد باي دي تي شو تمثلني؟ الدبليو دبليو، زين. فبالتالي اذا عوضنا عن ذي المقادير ايش صارت هاي المعادله؟ التوتال ديرفيتيف او الماتيريال ديرفيتيف نقدر نكتبه بشكل ثاني، بارشل فاي الى بارشل تي ضمن نفسها زائد هذا هو يو، يو بارشل فاي الى بارشل اكس زائد بي بارشل فاي الى بارشل واي زائد دبليو بارشل فاي الى بارشل زد. فبالتالي هاي التوتال ديرفيتيف او الماتيريال ديرفيتيف لاي متغير ايش يساوي؟ مشتقه بالنسبه للزمن زائد السرعة الأفقية في مشتقة بالنسبة للزائد السرعة العمودية المشتقة إلى آخره، واضح؟ زين هنا هو شنو المعنى لهذه ال total derivative أو material derivative؟ إذا فد معنى فيزيائي ليش يقول لك؟ يقول لك معناها إنه هي تعجيل ال du by dt، يقول تمثل لي تعجيل، زين شلون تمثل لي تعجيل؟ يعني ممكن هذا يجيك بعدين سؤال اثبت لي انه مثلا دي في باي دي تي هي التعجيل باتجاه الواي، دي في باي دي تي هو التعجيل باتجاه الى اخره، شلون؟ خلينا نشوف الشرائط. يقول هسه اذا عندي انا جنرال سكيلر هذا فاين مش حكي؟ راح اجي اشتاق او احاول اجي له المتغير هذا الماتيريال ديرفيتيف اللي هي دي فاي باي دي، قلنا شو تساوي لي؟ بارشل رو، طبعا ايش عندي انا؟ عندي الرو في الفاي راح اعوض عنها كانه توتال ريت اوف تشين رو في الفاي الى تي زائدا رو في اليو في فاي الى بارشل زائدا رو في البي في فاي الى اخره. يعني شنو المتغير اللي حطيته انا هنا هسه؟ ضاعوا وياي هنا، شنو المتغير اللي خليته هنا؟ خليت بس فاي؟ لا رو في الفاي الكمية قصدي هنا، شوف ايش قال لك؟ توتال ريت اوف تشين رو في الفاي، زين انتبهوا. فهسه هنا عندك كم متغير معناه؟ من اجي افتح هاي المشتقة كم متغير عندي؟ عندي ثلاثة. لنفترض هسه الدنسيتي خليها داخل فاس، زين؟ شنو ايش كم متغير؟ اثنين يعني اثنين؟ رو في اليو، زين؟ رو في اليو اللي هو ماس فلكس والفاي. خلينا نجي هذه المعادلة راح نشتغل بالتجزئة. هل تتذكرون تشتغل بالتجزئة يا ولا؟ عندي متغيرين يعني رو يو هذا متغير والفاي متغير. راح نجي ندخل المشتقة الأولى، زين؟ هنا راح نشتق الطرف الاول ونشتق الطرف الثاني، ايش راح تطلع لي النتيجه؟ تطلع بالشكل التالي. الشكل الاول اذا نشتق هذا ندخل الاشتقاق على الرو، هسه راح اشتق الرو بارشل رو يا بارشل تي في شنو؟ في فاي، فاي هي الثابته. الدور راح اجي اشتق لا بارشل فاي لا بارشل تي في شنو؟ في الدنسيتي. هذا الحد الاول تحت. هذه الحد الثاني بارشل رو يو الى بارشل اكس والفاي خدته كونستانت زائد رو في اليو اطلعها هالمره كونستانت في بارشل فاي الى بارشل اكس، وهكذا لبقيه الحدود. مش حكي؟ زين اصفط المعادله شويه، الحدود اللي بيها فاي اجمع انتو قدر اللي هي هذا الحد زائد هذا الحد زائد هذا الحد زائد هذا الحد، طلعت الفاي على المشترك وما بيا مشكله، وما بيا مشكله. البقيه جمعتين بهذا القوس، زين تعال باوع علينا هذا المقدار هو شنو؟ هذا
هذا مو continuity equation مع المشتبه. هنا. ده continuity equation شو ساوي؟ صفر. ساوي صفر. صفر. الحال كله راح صفر خلاص ابن عدة. إذا ظلت المشتقة ال d phi by dt ظلت تساوي rho في partial phi على t partial t زائد u partial phi إلى آخر اللي هي هاي شنو هذه؟ زين؟ اللي هي هاي d d phi by d. فبالتالي شو تساوي لي هذه؟ تساوي لي تعجيل. فتعجيل أي قيمة معينة هو عبارة عن شنو؟ الماتيريال ديرفيتيف لهذا المتغير. واضح؟ فهسه اذا ارجع اطبق التوتال ديرفيتيف او الماتيريال ديرفيتيف هاي على المومنتم ايكويشن كل الحد اللي كان على اليسار اقدر اختصره بهذا التيرم. فمن يشوف دي يو باي دي تي شو معناته؟ هو باشر رو لا باشر تي باشر رو يو لا باشر اتش الى اخره. واضح لو مو واضح؟ اللي هو شوفه شو يساوي لي ماس هذا الترم ماس في شنو في شنو acceleration في تعجيل ماس في تعجيل زين ماس في تعجيل شو يساوي شنو شو يعطيني قيمة فيزيائية شنو الماس في تعجيل القوة المومنتم عبد الله شو تقول؟ الماس في التعجيل شنو هو؟ معنى فيزياء ومعناته شنو؟ ماس في التعجيل. شو تمثل؟ درجة حرارة، رطوبة، شنو؟ عندك كتلة مضروبة بتعجيل، شنو؟ شو تمثل؟ القوة؟ شو تقول؟ قوة؟ شو تقول يا صفا؟ نعم استاذ. الكتلة في في acceleration شو تساوي؟ هو استاذ ذكر قانون القوة F تساوي لنا M في الـ A. بالضبط هو كلكم جابتكم صحيح. الكتلة في التعجيل معناها قوة والدليل على ذلك فاعل المعادلة هذه أكيد قوة ليش؟ لأن هذه موازنة مع قوة زائد other forces هذني هذه تمثل لي قوة للزوجة، قوة الاحتكار، هاي تساوي قوة الضغط، وهاي any other forces، شو تساوي لي نتيجة بالأطراف الآخر؟ القوة ناتجة عن تعجيل جريان. واضح؟ اكو استفسار هنا؟ واضح؟ نعم أستاذ واضح. واضح دكتور. هذا الأدفانس هم داخل عندنا. نجلس للنون-dimensionalization تذكرون بالفلويد ماخذيها أو ما ماخذيها إنه المعادلات أحولها إلى صيغة لا بعدية ماخذيها بالفلويد؟ ما نذكر زين عادة المعادلات الحفظ اللي عندي نحولها إلى صيغ لا بعدية ليش نحولها إلى صيغ لا بعدية؟ أولاً الحل هيكون أسهل تحتاج تاخذ كوست أثناء الحل أقل خوش ونقدر نعممها على مسائل مختلفة يعني شوف هسه يقول authorities possible to work entirely in dimensional quantities يعني احنا نقدر نشتغل دائما على ابعاد على قيم ذات قيم بعديه اقدر احل لليو للفي للدبليو مباشره اللي هنا بين وحدات الله بين وحدات بين وحدات زين there are good theoretical reasons اكو اسباب نظريه جدا خلينا نقول واقعية حتى نشتغل بالنا ويا نون دايمنشنال فاريبل هاي الأسباب هي كالتالي زين يقول all dynamically similar problems اللي إلهم
similar Reynolds number, similar Frode number ممكن ينحلن بكمبيوتيشن واحد. شلون يعني؟ يعني لنفترض هسه عندي خلينا نقول دكتين، تو دكت، اثنينات المربعات المقطع، خوش حكي؟ بس واحد ابعاده 10 سنتي في 10 سنتي، والثاني ابعاده 20 سنتي في 20 سنتي، اوكي؟ وياي لهنا؟ لنفترض يمر خلالهم جريان هواء. طبعا السرعة تختلف، بس الرينولدز نمبر مالتين متشابه، اثنيناتهم الرينولدز نمبر مالتين 2000. إذا حليت أي كيس من التو كيسز هي راح تطلع مشابهة للثانية، يعني فبالتالي أقدر أسويها أحول المسألة إلى مسألة لا بعدية. زين؟ وأقدر أطبقها على أي كيس من ذني التو كيسز ما دام أزول جاز الرينولدز نمبر هو نفسه. زين، هاي واحدة. The number of relevant parameters، البارامترز اللي عندي اللي أحتاجهم، زين، راح يقل. يعني المشاكل اللي عندي بالحال وين راح تخلص من عندها. بعد it indicates the relative size of different terms. إذا تذكرون هو بال non-dimensionalization كان القصد انه تجيب فد موديل معين خلينا نقول لكيس معينه وتطبقها على كيسات اخرى مشابهه عندها نفس البارامتر، نفس الرينولدز نمبر، نفس الجراشوف نمبر، مو العام الماضي اذا تتذكرون بالهيت ترانسفير كانت عندكم معادلات لحساب الكونفكشن، من يتذكرني؟ كانت عندكم معادلات هيك ولا؟ ايش صار اكو؟ مال حساب مال الحرارة؟ خوش حاجة. زهراء، زهراء باسم. نعم استاذ. بالفورس كونفكشن من يجي كنا نفس بنص الدنبار نحسبه بدلالة شنو؟ دلالة معادلات معينة حسب الرينولد. نعم استاذ. إذا رينولد لامينار عندنا معادلة، إذا رينولد تربوليت عندنا معادلة، مو ولا؟ نعم. بغض النظر عن ابعاد المساله اللي عندي، المهم انا ايش احسب لهم؟ اجي احطه بهاي المعادله، هذا شو نسميه احنا؟ تحويل المساله من مساله بعديه الى مساله لا بعديه، ممكن اطبقها لمدى واسع من التطبيقات. فبالتالي من اسوي مساله مالتي لا بعديه انا راح اسويها عامه، اعممها على مسائل مشابهه. ممكن اطبق كل كيس بس احسب البارامتر مالته اللي هو بالاهميه، مثلا اذا بالفورس كونفكشن رينولد نمبر وبرانتل نمبر، اذا بالناتشرال كونفكشن عندي جراشوف نمبر وهكذا، اذا مثلا بالكومبرسبل فلو عندكم شنو ماخ نمبر. هاي الامور انا راح اقدر احكم على هاي المساله، مثلا جوا الألفين أقول لامينر رينولدز نمبر، فوق الألفين أقول هذا تربولنت دخلنا بغير فيل، وهكذا. الفائدة الرابعة والأخيرة الـ computational variables are of a similar order of magnitude. شنو هذا القصد هنا؟ هسه أنا لنفترض دا أحل 3 dimensional وأدق سرعة، خوش عندي دكت، هذا الدك السرعة اللي باتجاه الجريان يعني بنشغل بلور دافع مال الهواء، السرعة اللي صار باتجاه محور الجريان تصير أقل أو أكبر من السرعة بالدايركشنز الأخرى. يا هي السرعة تصير أكبر بيا اتجاه؟ بس هيدا السؤال لنفترض عندي دكت، وش حكي؟ عندي دافعة مع الهواء، فأنا عندي 3 دايمنشنال اتجاه واحد اتجاه باتجاه خلينا نقول الدكت نفسه،
واكو اتجاهين عموديات على طول الدك مو على اللي هنا يمثل مساحه المقطع. هنا السرعه اكبر بيا اتجاه الاتجاه صار بالاتجاه الاستاذ يكون باتجاه هسه اللي يكون بالاستاذ باتجاه موازية اكيد، بينما اللي عمودية على او موازات مساحة المقطع تكون قليلة كلش. وش حكي؟ زين من اسوي من دايمنشن اسوي خلينا نقول اتخلص من ابعاد المسألة كلهم راح يصير اللي نفس الاوردر، يعني الماكسيموم مثلا اذا كانت السرعة باتجاه اليو 10 والسرعة باتجاه البي خلينا نقول 0.2 والسرعة باتجاه الزد 0.5، لا من سويت المسألة بعدي راح يصير كلهن الماكسيموم مالتهن خلينا نقول 1. ليش؟ لأن قسمت كل واحد على القيمة المناظرة إلى أعلى قيمة مناظرة إلى، فراح ياخذ كل فاليو بالقيمة من الصفر للواحد. من أجي أظهر النتائج مالتي راح تصير عامة بحيث لأي قيمة معينة دور لأي كيس أخرى أجي بس أعرف الماكسيموم مثلاً فيلوسيتي أحطها ألقى ما يناظرها كل نقطة من النقاط، حتى لو كانت الكيس اللي طبقتها تختلف عن الكيس اللي تم حلها أصلاً. زين شلون راح نقدر نحولها؟ لنفترض هسه ايش عندي يعني for incompressible flow the governing equations are as follows. As follows. عندي هاي المعادلة، هاي يا معادلة هسه يا معادلة هاي رحال يا معادلة هاي ها موجودة لو رحال موجودة ولا زين أحمد فوزي هيا معادلة ها شنو يعني شنو منين جاري هاي من موازنة شنو عدل مكتوبة بصف موازنة شنو شنو ها يعني شنو تسالف واحدة معناها أحمد مو جاي يعني هسه احمد زميلكم ما يعرف الكونتينيوتي موازنه شنو، شو تقول عبد الله؟ موازنه شنو الكونتينيوتي؟ صوتي قطع ما سمعت. ها؟ ما سمعت؟ هذا صوتي قطع ما سمعت. انت قلت هاي معادله الكونتينيوتي جايه من موازنه شنو؟ كونتينيوتي اي من موازنه شنو؟ شلون حصلنا عليها؟ وازنا شنو؟ ها؟ موازنه شنو؟ شنو؟ ايه شو وازننا وحصلنا على الكونتينيوشن مثل البالانس مال منو ها تقى بالانس مال منو تقى بشير الكونتينيوتي كويشن موازنة شنو استاذ يعني قسم السرعة مع الزمن يعني ما اعرف يعني انا وين كنت اسولف زين جواد الكونتينيوتي موازنة شنو؟ لا هذا زين جواد اي شنو موازنة شنو؟ نعم دكتور ما اعرف زين يعني انا صار لي ايش قلت اسولف صار لي هاي كنت ثالث محاضره اسولف واحد معناته اشمو عليكم الدور المحاضره شلون ما كان ليش؟ نوره هادي الكونتينيوتي كويشن ناتج عن موازنه شنو؟ تقديم القانون حفظ الكتله قانون حفظ الكتله موازنه كتله غير موازنة كتلة لو شنو؟ يعني صار لنا ايش قد احنا نسولف بهالموضوع ترى يعني من المعين انه يعني ما الكونتينيوتي كويشن موازنة كتلة اي مومنتم موازنة رايت اوف مومنتم مع فورسز
فإذا عندي compressible flow الـ continuity equation هذه والـ momentum equation هذه زين. هسه هاي momentum equation بيا اتجاه من يقول لي باتجاه الاكس باتجاه الاكس باتجاه الاكس وشو شو جوه similar in x y in y z direction وعندنا معادلات مشابهة معادلتين مشابهة باتجاه ال y والز يعني شو معادلة عندي هسه أربع معادلات زين راح نجي نخلي مقاييس reference scales reference scales اللي هي شنو السرعة reference velocity هي يونت نفترض ال reference dimension reference size هو m0 reference density m0 إلى آخره راح نجي هسه نحول المعادلات من بعدية إلى لا بعدية هذا ال x star كأنه اتجاه لا بعد اتجاه ال x فاتجاه لا بعد اتجاه ال x يساوي ال x على ال reference هذا reference dimension اللي هو ال m0 الزمن اللا بعد شو يساوي الزمن يعدي في يونو على الموت السرعة اللا بعدية باتجاه اليو يساوي يو إلى الريفرنس فيلوسيتي وهكذا إذن كل متغير هنا شوف هسه هاي اليو شعور عنها هسه هاي اليو من يبقى يو دوت في يو ستا شعور عنها باعوا اكتبوا المعادلة أنا أريد أحولها إلى يو ستار أوكي فإيش راح أعوض عنها يو دوت في شنو ها يو دوت في يو يو ستار في يو ستار أوكي نجي الدنسيتي هاي الرو شعوض عنها رو دوت في رو ستار رو دوت في رو ستار التي شعوض عنها بهاي المتغيرات ال نوت عليه الفيسكوسيتي يحتاج اغير احط لها شيء لا خاصيه ماده ما لها علاقه بها زين البريشر عوض عن هذا زين شو عوض عن هنا شغله تي ماينس تي ريفرنس ها نعوض عن رو دوت يو دب يو تربيع دوت بي ستار زائد با با تي ماينس بي ريفرنس بيرفرنس هنا هذا نسميه احنا ممكن اتموسفيريك بريشر عادة بأي سولفر البريشر اللي يعتمد عليه هو الجيج بريشر ما يعتمد التوتال بريشر التوتال بريشر هو اتموسفيريك زائد الجيج بريشر فكأنهم طارحين هنا الاتموسفيريك بريشر زين هذا المقدار مما يجيب هنا واخليه مشتقة الكونستانت مو يروح ولا يهمني هذا البي ريفرنس لا ما يهمني فبالتالي ضربة الدلالة من ضربات البي ستار وكذلك هاي المشتقة الثانية إذا عوضنا ذني الأمور ظلت عندي أو راح تطلع عندي معادلة بها أو نوت ويو نوت أو رو نوت إلى آخره إذا أصبت المعادلات بشكل معين راح تظهر عندي اللي نسميهن الدايمنشنلس فاريبل شوف هسه شنو الدايمنشنلس فاريبل اللي ظهر عندي بهاي السيت اوف ايكويشنز شنو اللي راح يكون شنو الدايمنشنال فاريبل اللي ظهر عندي هنا رينولدز نمبر زين رينولدز نمبر شو يساوي لي رو نوت يو نوت ال نوت على ميو واضح هاي التفاصيل أريدكم ترجعون تشتقون إذن المعادلات شلون طلعت هاي المعادلات شلون طلعت وتكتبوا لي معادلة هاي بس الـ X مومنتم تكتبوا لي معادلة الـ Y مومنتم والـ Z مومنتم أيضا زين لأن ممكن كل شيء يجيكم بالامتحان فهذني شلون اشتقيتها شلون توصلت إلى هاي المعادلات فهسه من هذه المعادلات ايش جاي اشوف شنو الكي دايمنشن لس جروب هنا شنو زهراء شنو هسه هنا ال خلينا نقول دايمنشن لس فاريبل اللي يحكم هاي المعادلات شنو شو استاذ السؤال ما فهمت هسه ذي المعادلات لا بعديه صارن مو نعم استاذ
شنو اللي نعطيهم خلينا نقول السمة الفيزيائية؟ شنو الرقم النابع اللي أركز عليه اللي مهم عندي هنا؟ شنو بعيد بين معادلتين النابعيات؟ شنو اللي بين فشي مهم هو اللي العين عليه؟ ها مفهوم شو قصدي؟ نورة هذا نورة شو تقولين؟ رينولدز نمبر حسب قيمة رينولدز راح هو يعطيني خواص هذا الجريان. شوفي شنو هنا هذا حولت هذه من صيغ بعدية إلى صيغ لا بعدية. ظهر عندي هنا رينولدز نمبر حسب قيمة هذا رينولدز راح يعطيني شكل الجريان. النوت هذا ألف، ألفين، 3000، 10000 راح تتغير. إذن يا هو هسه الكي باراميتر هنا هو رينولدز نمبر. زين رينولدز نمبر هنا هو عبارة عن شنو؟ نشوف يقول إف رينولدز، تبوا العبارات اللي موجودة ترى كلها تيجي على شكل أسئلة ضمنية. إف رينولدز إذا هذا رينولدز نمبر باعه صفته شنو هي؟ رو في يو ال على ميو از لارج ذان فيسكوس فورسز، يعني هذا الباص احنا نسميه هو الانيرشيا والمقام هو الفيسكوسيتي اللي زوجه. يعني شنو معنات رينولدز نمبر؟ بس ركزوا يعني رينولدز نمبر باص ومقام. الباص هو شقد هذا الجريان إيش قد عنده إنيرشي، إيش قد عنده طاقة حركية، بينما المقام هو قوة اللزوجة، إيش قد هذا الفلويد مترابط واحد بالثاني. فبالتالي إذا كان المقام أكبر معناه رينولدز نمبر صار شنو؟ أكبر لو أصغر؟ إذا أكبر أصغر، وكل ما يصغر معناه قوة اللزوجة الفلويد بارتيكلز واحدة متشبه بالثانية، فبالتالي يتحول الجريان إلى شنو؟ إلى لامنا. إذا لا قوى الإنيرشيا، الإنيرشيا فورس الذني أقوى من قوى اللزوجة، الجزيئات ما راح تظل واحدة مرتبطة بالثانية ومشنسوية، لا راح تصير هوسة، واحد يصعد واحد ينزل خلط ميكسينج، تحولت المسألة إلى شنو؟ إلى تربولنت. زين هذا القصد. شوف ليش احنا نحدد معاني فيزيائيه البني دايمنشنلس نمبر؟ لان هنا به معنى فيزيائي انيرشيا الى فيسكس، اذا زاد هذا معنى قوه نسبه لقوه الترابط معنى الجريان بعد ما اقدر احكمه. كل جزيئه تاخذ مسار يختلف عن اختها اللي بصفها، ما اقدر ما يمشي اسويها. اذا لا هو الترابط بين جزيئات الفيسكس فورس اقوى تغلب، فمعناه جزيئه بصف جزيئه واحده مشلبه بيد الثانيه خلينا نقول ومشي نسويه. لذلك الجريان ايش راح ياخذ؟ ياخذ اللامينر فلو خاص، زين ياخذ مسار متوازي، لذلك صار تحول الى نسميه طباقي، طبقه فوق طبقه تمشي، طبقه موازاه طبقه، ما تجيب داخلا ومن خلطه وحده تتقاطع معه بالمسار مع ثاني. هسه الكومن دايمنشنلس جروب اللي عندنا رينولدز نمبر، شوف رينولدز نمبر شلون يكتب؟ رو في يو في او على ميو، او عاده يكتب بالشكل التالي، هاي مو كان فيسكوسيتي كان روماتيك فيسكوسيتي اللي هو قلنا انيرشيا الى فيسكوس فورس. الماخ نمبر انتم ماخذين هذا سرعه الى سرعه الصوت. روزبي نمبر سرعة الجريان إلى سرعة التدوير، هذا من عندي دوران مع الفلو يدخل عندي الروزبي نمبر. الويبر نمبر ذني شوف هسه اللي راح أظللهم ذني ما مطلوبات من عندكم، الويبر نمبر مو يمكم سالفته. والفرود نمبر أيضا ما مطلوب من عندكم. ما عرفتم.
اوكي. بينما الرينولد والماك نمبر والروزن نمبر خلوها ببالكم شنو صيغه. هسه هذا الفرود نمبر ما مطلوب، فبالتالي هذا كله ما مطلوب. كسمري لهذا الفصل شنو اللي تعرفنا عليه هسه احنا كملخص حتى نختم المحاضره؟ الفلويد داينامكس انتقال المواد محكوم شنو؟ معادلات حفظ. حفظ شنو؟ حفظ الكتلة، حفظ الزخم، الانرجي او اي متغير اخر. زين، هاي governing equations ممكن تنكتب control بشكل control volume form او differential form. زين، يا طريقة راح نستخدم finite volume method. ليش؟ لانها طريقة مباشرة الفصل المعادلات الجزئية عن طريق استخدام شنو؟ الكنترول فوليوم اكويشن. الديفرنشال فورمز اوف فلو شبيه مع الكونزرفيشن، تحتوي على الفلكس ان والفلكس اوت، بالتالي معادلتين راح تكون بالشكل التالي: الماس كونزرفيشن دي باي دي تي للماس زائد الماس فلكسز عبر كل الاوجه يساوي صفر. بينما للمومنتم او اي متغير اخر هي بالشكل التالي. اي velocity component عندنا سواء يو او في او دبليو، المومنتم equation مالتهم تطابق الجنرال سكيلر equation، بس مجرد اغير المتغيرات، الفاي اغيرها مع ما يناسبها مركبات السرع، الجاما اغيرها مع الفيسكوسيتي الى اخره. زين، ان شاء الله المحاضره القادمه نحل مجموعه من الامثله نتطرق لها حتى بعدين نحدد موعد امتحان. بالنسبه للمختبر ان شاء الله المجموعه الثانيه راح تباشر بالمختبر هذا الاسبوع. بعد قليل راح ننزلكم رابط تنزلون من عنده البرنامج اللي اتفقنا انه تنصبوا على حاسباتكم، وراح انزل لكم فيديو اسويه واصعد لكم على اليوتيوب طريقه التنصيب، شلون تنصبوا على حاسباتكم خطوه بخطوه. فجاء اتبع خطوات التنصيب حتى لو ضل كل ساعه تتصل فيها ها ما عرفت وش سويت شغل. خطوه بخطوه، شلون راح ابين لك تمشي بها خطوه بخطوه تنصب عندك البرنامج. لان حتى الجروب الاولى اللي خذوا جزء من التوتوريال نحاول نكمل وياهم التوتوريال أونلاين، بينما الجروب الثانية اللي راح تجي تحضر هالأسبوع إن شاء الله هم تأخذ جزء، وبعدين نتواصل ونكمل الجزء على حاسباتهم الشخصية. بالنسبة للمجموعة الأولى أيضا راح أصعد لكم الكيس وين وصلنا، الكيس اللي وصلنا له مال السايكلون راح أنزل لكم إياها بعد ما تنصبون البرنامج على حاسباتكم حتى نباشر من عندها. أكو سؤال قبل أن ننهي المحاضرة؟ أكو استفسار شيء مو واضح؟ يلا شكرا جزيلا، اللي ما عنده شيء خليه يغادر.